نحن اليوم موجودين بعرض أزياء بي سي بي جي لربيع وصيف 2016، خلينا نشوفه مع بعض. هلا نحن عملنا عرض أزياء تخللوا أواعي لكل يوم وأواعي سهرة وأواعي للبحر، يعني ممكن أكثر من فئة كان فيه. طب تحكينا إيش بيميز هاي الكوليكشن عن كوليكشن السنة الماضية؟ الكوليكشن هاي السنة تميزت بألوانها الفاتحة، يعني استعملنا الأبيض، استعملنا النود، استعملنا يعني الأورنج الفاتح، الجرين الفاتح، هاي الأشياء تميزت إنه الكوليكشن كتير خفيف وألوانه كتير فاتحة. كتير كانوا الأواعي حلوة، الألوان مفرفحة، صيفي، lots of beautiful silhouettes، أشياء صار زي ما أنا لابسة اليوم، كتير أبيض، أشياء زي هيك، يعني متت على الكولكشن صراحة، وساعدناهم أن ينقوا الأواعي للمودلز، ونقينا أحلى قطعة من الكولكشن، and we hope أنه جميع الناس يحبوهن. عرض اليوم كان حلو غريب وجديد، يعني الأواعي والديزاينز الصيفية إشي حلو وأظن مناسب لكل الأذواق ولكل الأعمار، فإحنا يعني مش أول مرة بنشتغل مع بي سي بي جي على الفاشن شوز، وإن شاء الله تكون عجبكم الشو وانبسطوا فيه زي ما إحنا انبسطنا فيه. طب إيش ميز هاي السنة عن السنة اللي قبل؟ هلا كل سنه بي سي بي جي عندهم إشي غير، يعني ما بتحسي فيه من الديزاينز إشي متكرر او معروض او شفناه بمحلات تانية او لا، وحلو فكره انه احنا بنجيب إشي انترناشنال على عمان، بنعرض لبس يعني ممكن انا اكون لابسيته زي ما في حدا برا كان لابسه، فحلو كتير يعني الفكره والايديا من كل الشو.